بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الفيديو: تأثير زيادة أو نقصان البروتين لأرانب الفطام. هذا يأتي من عدم الالتزام من المربي بضرورة تقديم علقة مناسبة، علقة بادي مناسبة لهذا العمر، أو النامي للأرانب المفطومة حديثا، حيث غالبية أعلاف الأرانب المتوفرة بالسوق تكون متمثلة في علف المرضعات، وكثير من المربيين لا يدرك مدى تأثير الإكثار من هذه العليقة للفطام، آملا أنه بذلك وبالإكثار منه سينشط ويزيد النمو والوزن بسرعة، إلا أنه للأسف ذلك يضر أرانبه أكثر من نفعه، حيث وقت الفطام هذا يعتبر نقلة للمفطوم من تغذيته التي كانت تعتمد على الرضاعة على لبن الرضاعة إلى علف ذات بروتين عالي ومحتويات أخرى لا يستطيع جهازه الهضمي التعامل معها، حيث هو في هذا العمر غير مهيئ لذلك. فتكون النتيجة عند تقديم العلف بهذه الصورة مسببة له إما بالإسهال أو الانتفاخ أو التلبك المعوي، والذي لا يستطيع معه المفطوم الاستمرار بهذا الشكل. وإن لم يلحقه المربي ويتدارك الأمر، فإنه للأسف ينفق، بل وممكن أن يعدي أخواته معه في نفس العين بنفس القفص. مثلا لو كان الإصابة عبارة عن إسهال، أو لم يقنن وضع علف لهم يتناسب مع عمرهم. وإذا كان العلف المقدم ناقصا في نسبة البروتين، فستراه شرها في تناوله، لكن دون فائدة ملموسة أو دون فائدة المنتظرة، وذلك لكثرة احتواء هذه العليقة على ألياف أكثر من المناسب. وفي هذا الشأن، رغم أن البروتين يعد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، حيث يحافظ على إمداده بالطاقة والنشاط، ويمده بفيتامين ب والحديد والعديد من الأشياء المهمة للجسم، إلا أن من أضرار الإفراط فيه إحداث مزيد من الدهون بالجسم وتأثيره على الكلى وزيادة الشعور بالعطش. هننتقل للشق الثاني اللي هو ردود وتعليقات على استفسارات بعض المربيين. عندنا سؤال اللي هنا بيقول: لو سمحتوا، يعني ايه الاحتباس الحراري وعلاجه ايه؟ الاحتباس الحراري ده بيجي عند ارتفاع درجة الحرارة زيادة عن 30 درجة، فطبعا الأرنب لأن ربنا كساه بالفرو عشان يستحمل البرودة، لكن ما عندوش مسام يقدر يخرج منها زي البني آدم أو زي الحيوانات اللي هي تكسب جلد دون فرو، فبيجهد من الحرارة دي، وزيادة إجهاده دي بتؤدي لنفوق نفوق الأرنب. فالإجهاد الحراري اللي هو زيادة ارتفاع درجة الحرارة عن 30. السؤال الثاني بيقول: إسهال أبيض شبه الدقيق بعد جفافه، إيه الأسباب؟ أفيدونا أهل الخبرة.
اللي انت بتقول عليه ده طالما انه شبه الجير يعني مش لزج او مش سائل سميك، فده طبعا بيبقى عبارة عن زيادة كالسيوم الجسم بيخرجها، ده ما فيش منه ضرر للأرنب يعني. سؤال ثالث بيقول: الأنثى لا تريد الوقوف للذكر وتصدر أصوات، ما السبب؟ كون الأنثى لا تقف وبتصدر أصوات، الأصوات دي يعني معناها معترضة غير موافقة، فمعنى كده إن لها ظروف، ممكن تكون ضعيفة، ممكن تكون بيها أي مرض، ممكن تكون مليسة، في أسباب على المربي إنه يكون قاري وعارف عن تربية الأرانب قبل ما يدخل فيها، عشان يبقى هو عارف إيه الأسباب دي، فقبل ما يحط الأم يحط الأم بالمواصفات المناسبة للتلقيح. عموما ممكن حضرتك ترجع للحلقة 104 بعنوان أسباب قبول التلقيح أو عدمه، هتلاقي فيها تفسيرات أكتر. سؤال تاني بيقول: لو سمحت عاوزة خليط أعلف بيه يتقل لي الأرانب بحجم كويس، لأن بحط كسب بس وبالنهار بحط برسي. ألف به في تربية الأرانب الحديثة يعني إن تقدم عليقة متكاملة ومتوازنة. العليقة المتكاملة والمتوازنة دي بتجدها متوفرة في العلف المكبوس. العلف المكبوس لابد إن بيعمله مهندس زراعي تخصص تغذية، لأنه عارف مكونات كل حبة من اللي بيحطها دي، لأن يعني في الحبوب دي مكونات متماثلة مع غيرها من الحبوب، فهو بيقدر يحكمها بأنه يطلع نسبة البروتين المناسبة، والبروتين والألياف والرمد وكل الكلام ده المناسبة للعلية. وأخيرا إذا أعجبك الفيديو اعمل اشتراك ليصلك كل جديد، وتقبلوا سلامي.